تسجل. مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شوفتي في هذا البث المباشر مباشره من مدينه اجده بالضبط امام محكمه الاستئناف. في هذه القضيه اللي الصراحه غتير للمشاهد ان هذه الام هذه اللي عندها ولد عنده 20 عام خدام في فران طلع لكازا على حساب الاقوال ديال الام ديالو طلع لكازا هز الشيك داروا ليه 3 المليون و120 ميكا شحال؟ باش شرا بها الميكا باش انه يترزق الله. من بعد ما انه في الدار ديالو جاتو ورقة تجنيد باش انه مؤهل باش انه يمشي للتجنيد الاجباري. دابا راه تشد واليوم هو اللي عنده الجلسة ديالو غيتقدم قدام العدالة مع الام ديالو غتحكي لكم التفاصيل بزاف. السلام عليكم. السلام. حاول تقربي شويه عاودي لينا يعني من الاول يعني هادشي اللي ما كنتيش عارفاه كيفاش طرا ولدك تجا وشدوه. انا كنت خدامه عند شي ناس ملي جيت من الخدمه قالوا لي ولدك مشى للكوميساريه. قلت لهم علاش مشى للكوميساريه؟ قال لي قبل التجنيد جات ورقه التجنيد باش يمشي يخدم في التجنيد. ملي مشيت للكوميساريه اللي حدا قصر الحمارك الصغيره لقيتها مسدوده. ملي جيت للدار لقيتي ولدك ديك الساعه دو لقيت ولدي دو حدا قصر الحمار. حدا قصر الحمار حدا قصر العروبي هزو من تما دو. ملي انا سمعت قال لي ولدك دو قلت الدري اش دو واحد الدري جا ما كاينش دو. قال لي قبل الجنيد دو البوليس دو البوليس. مشيت انا نجري للكوميساريه حدا تمشي قصر الحمار لقيتها ساده. مشيت طلعت للولايه على الدراري قال لي اش عندك؟ قلت لهم انا ولدي سميتو كيسميتو حمزه كامل. قال لي اش خرجت لي ورقه تجنيد وملي جينا نقلبوا في البيسي لقينا عنده شيك فيه 3 مليون قال 120. يعني ولدي انايا لو كان عنده هاد المقادر هاد الفلوس عنده كون راه هز بنته وهز مرته وكاري ليهم. قال بنته ناخذ انا الحليب وليكوش. ملي جيت نشوف تبعت ولدي الكوميساريه قال لي هانت نهار الخميس شدوه مع 8 ونهار الجمعة قدموه هنا مع داك مورا صلاة الوقفة مورا صلاة الجمعة. وقالوا لي بأن نهار اثنين أتحكم وأنا ما عارفاش يعني ما عنديش أنا ما عمرني هاد البلاصة وصلت لها في حياتي. وهاد السيد كنطلب من هاد السيد اللي تهم لي أنا ولدي يعني ولدي عطاك شيك وانت عطيتي هاد الفلوس كامله جي سول على والدي وعرف والدي فين كاينين. سول على والدي ديك الساعه يمكن لك تدفع ليه شكل يعني يحاول يتساهل معاه يحاول يجي عنده يسول على عائلته. وراه اليتيم هو ما عندوش يتيم باه ميت يعني ما عنده حتى حد اللي يتبعو في هاد المحكمه. انا من نهاري ما عرفتش ندير ليه المحامي. واخا مينا انا عندي خمسه الوليدات كنضرب الصاله والجفاف يتامه ما عنديش اللي وقف ما عنديش اللي يعاونني على ولدي. يعني ولدي انا مشى للحبس ندير لي صانص ونحرق راسي. لا شوفي حنا ما شوفي مينا حنا شوفي مينا بالعكس شوفي انا انسان درويش ولدي ياخذ الشاط. هاد السيد يجي حتى يقول لي ولدك راه دار يمكن لي انا نضرب الصاله والجفاف والشرشه نعطي اللي قسم الله ما دخلش لي انا ولدي وسخ لي وجهي ولدي الحبس حشومه اليوم الدنيا غدا لاخرى. اسمعي حنا عارفين دموعك غاليين علينا وعارفين ان انك انت ما كاينش راب ما كاينش تمكر ما حبه
الناس ماشي مكان ما والو ولدي ولدي داروا لي التحاليل عرفوا ولدي واش كيدير المخدرات واش كيكمي واخا مين هادشي كدوي سمح لي سمح لي جي سوي عليا السيدي جي سوي عليا سول عليا بعدا كينو سول باش ياخذ من عنده الشيكوس نخلوا ليه حشومه من جهه الله اليوم الدنيا وغدا الاخره مين حنا عارفين سمح لي خلينا نقول السيد راه قدو قد ولده علاش عطاه علاش عطاه علاش عطاه هاد الفلوس وهاد الحوايجات نعرف انا ولدي كنت عطيت 3 مليون كنا كاري المرض احسن دار كنا فرش احسن دار كنا لابس احسن الحوايج لابسهم واش وصلت الميكا مقطعه في رجلو السروال حشومه علي حشومه علي حشومه علي ولدي كان غادي تجني تخرج ليا على ولدي راه حشومه على السيد حشومه علي راه اليوم الدنيا وغدا الاخره واخا مينا انت كدوي سمع 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 مينا انت كدوي صافي شوفي انت كدوي بان انت كدوي ولكن ما حاضراش يعني ولدك انت هز الشيك انت ما عرفش هادشي ما عرفش هادشي ما عرفش هادشي انا ما عرفش كيفاش خرجوا ما عرفش انت الطلب ديالك انت الطلب ديالك هو انه يحضر السيد يحضر رد سيدي حضر الله يجازيك بخير ما دخلش ليا ولدي الحبس راه ولدي ما عمرو وصل حشومه حشومه اليوم الدنيا وغدا الاخره واش تبغى تسوتو غير ندير بلاصتي في بلاصتك انت ندير بلاصتي في بلاصتك انت راه ما عندكش انسان خدام راه خدمتي نهار برك شهر وعندي خمسه الوليدات راه ضحيه ولدي ضحيه سول عليا بعدا كاين وقول لي ولدك اش دار واش دار واليتيم راه اليتيم وما قاريش هويا سمح لي واش انا ندير بلاصتي في بلاصتك وانا جي عند الانسان نقول لي عندك الشيك وعندك 3 مليون واش دري باقي العقل ما عندوش وعاطي 3 مليون و120 خرجت لي على المستقبل ديالو راه حشومه عليك راه حرام عليك جي عندي انا وسول حشومه عليك هادشي اللي بغي الله مينة 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 انت اليوم الطلب ديالك هو انه اسمعي بلاتي بلاتي خلينا واخا انك يجي هاد السيد هذا وطلبيه وتحاولوا تحلوا واحد الامر تحاولوا تحلوا هاد الامر هذا نعرف كيفاش هاد كيفاش هاد 3 المليون عطيتيها لي 3 المليون و120 والدري اصلا راه ما عندوش العقل ولدي ما عندوش العقل لو كان عنده العقل ما يتجوش وما يولدش انا بغيت نعرف كيفاش ولدي جا من جديده مشات لكازا عطيتي 3 المليون و120 انا ولدي كانوا غادي بيه الناس الكوميسريه على قبل التجنيد دخل لي التجنيد ملي داروا الناس لقاو عنده شيك وما كيكمي ما كيشرب ما كيتشمكر ما كيجريسي ما والو وخدامه في الفران كيزلو صالي يمشي من ربعة العشية للربعة الصباح يغدي الخبز للسوق على 1200 ريال النهار تدي لي واش هز لي بنتو مستحيل ولدي انا 3 المليون مستحيل مستحيل 3 المليون و120 هذا مستحيل مشاهدينا كما شفتوا هذا واخا مينا انا لا لا انا نموت ما بقاش عشت بالدنيا لانني ولدي مستحيل توسع مينا قولي عاد ولا مش طراجيم قولي عاد ولا مش طراجيم قولي عاد ولا مش طراجيم انا مستحيل انا مستحيل مستحيل نبقى الناس اللي كانت نعس انا ما كناش وما كنشوفوش اجمع قولي عاد ولا مش طراجيم قولي عاد واش طار راجل حنا عرفنا دموعك غاليين على وليداتك عرفنا انا ماشي كندمو انا كنديرهم بالعاني ولا كنبكي بالعاني لانني ما عمرني صرت هاد البيه في حياتي ما عمرني في حياتي انا ما عمرني في حياتي دخلت كوميسيريه ودخلت لها بيجي ودخلت في شي المشاكل هاد السيد ملي مسلف تا ولدي هاد 3 المليون و120 دري صغير هذاك مستحيل نعطي انا دري قد ولدي نعطي 3 المليون و120 مستحيل راه مستحيل هذا عطيتي 3 مليون و120 مقابله يعني بغيت نعرف هاد 3 مليون و120 يعني واش سلعه فلوس بغيت نعرف حاولش قربي مني بغيت نعرف بغيت نعرف انا هادشي بغيت نعرفو انا كنطمن كاخويا اسيدي الله يرحم بها الوالديك لما جي حدا مع ولدي اليوم بغيت نعرف واش عاقل الفلوس بغيت نعرف حاليا انا حد الان ما فاهمه والو ما عارفه والو ان شاء الله انا ولدي بغيت ندخل غنشوفه ما شتوش باش ندير محامي ما عنديش الغالب الله اذا مشاهدينا ومتابعين تي في كما سمعتوا واخا مينا كما سمعتوا الام ديال هاد الطفل هذا اللي عنده 20 اللي عنده 20 سنه يعني كيفاش انك تعطي قلبك تعطي لواحد الطفل اللي عنده 20 سنه حنا عرفنا انه ماشي قاصر تعطي 20 سنه تعطيه واحد الشيك اللي فيه 3 مليون و100
وعشرين وانت عارفوا انه ما خدام والو وما عدوش باش غير يرد لك. يعني هاد السيده مينا يعني ممكن تطلب ولك طلب ان السيد تواجه، واخا السيد انه تواجه هي وياه وتحاول يحاولوا يحلوا الامر ويحاولوا يدير معاه واحد الثمن اللي رمزي من شهر لشهر انها تحاول تخدم وتردوا لي هي. بالعكس هي ما كنعطيوش فلوس وما قالش لي راك عطيتي لولدي. بالعكس يعني القانون فوق الجميع وطبق القانون واليوم ما عنده جسد. وكنتمنى انه اليوم يحضر هاد الشاكي هنايا وتحاول انها تفهم هي وياه ويخرج هاد الدري هذا اللي عنده 20 عام. حيت ملي كتسمع دري عنده 20 عام ودابا ما بين القطبان راه كيبقى فيك الحال، خصوصا في هذا البرد وفي هذا الشتاء الصراحه القلب ديالك كيهزك. اذا المشاهدين والمتابعين شوف تيفي كنا معكم في هذا البث المباشر، نتلاقى معكم مورا متسالي الجلسه في امان الله. الى اللقاء.